الله على السوربريز هاي لا يا عمي عثمان. أوي ها؟ على سلامتك وشرف. بس بخير جوز تفضل. هذه الخطرة الأولى اللي تجينا عندي للمكتب. الله ما كنت نستنى الزيارة نتاعك ها؟ إيه الظروف هي اللي خلتني نجي حتى لهنا لعندك. ماكاش مشكل يا عمي عثمان، على كل حال مرحبا بك عندي. قولي واشرب. أتاي لا 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 صحة ما نشرب والو. وش كاين يا عمي عثمان؟ غير الخير. قل لي انت ونبيلة بنتي صفا ماشية الامور بيناتكم؟ لا بس كل شيء منيح بيناتنا. وعلاش راك تسقسي فيا؟ كاش ما قالت لك نبيلة ولا؟ مانيش عارف اذا كان صح ما على بالكش ولا تعمل روحك ما على بالكش. المهم بنتي نبيلة ما راهيش مهنية في دارك، وبالخصوص مع اختك هذه اللي يسموها كهينة. اه علاش نكبروا الحالة يا عمي عثمان؟ راك تعرف الانسان شوية غيرة شوية حسد، هذه هي طبيعة الانسان. الناس الكل تدوس. انت راك تجوز نهار كامل هنايا في المكتب، ما تخدش تعرف واش راه يصرى في الدار. صح عندك الحق، بصح مازال ما فهمتش واش راك تقصد. ما فهمتش؟ نحبك تكون راجل وتحمي زوجتك اللي هي بنتي، وتعمل حد للمشاكل والهم اللي راهي عايشه معك فيه. شوف عمي عثمان، ما نسمحلكش تدخل روحك في حياتي وداري، فهمت؟ بنتي ما راهي السلعه بعتها لك باه تعاني وتقاسي وانا نشوف ونتفرج. بنتي كي البارح كل يوم عندي الحق ندافع عليها ونحميها. ما تجيش تقول لي انت يا اليوم باللي راهي لاباس. بالك تحسبني راني غافل؟ لا راه على بالي بكل شيء. وش حبيت تقول بهذا الكلام عمي عثمان؟ حاجة تعوالو حكاية تعوالو بنيت عليها جبال و نبيلة بنتك صح، بصح ما تنساش باللي راهي مرتي وتحت مسؤوليتي، وما نسمحلكش تدخل روحك بيني وبينها، فهمت ولا ما فهمتش؟ خبيث خبيث. اسمع دير في بالك بلي زوجتك بنتي باش تكون سعيدة، ماشي باش ترمدها وتميزرها، فهمت ولا ما فهمت؟ ولا تحب نزيد نفهمك يا واحد الرخيص؟ حيدك عمي عثمان راك خلقتني، شبيك هبلت؟ شوف والله والله لو كان زيد نسمع حاجة هكذا على بنتي راك ما تسلكش من يدي، ما تسلكش من يدي. صباح الخير صبرين. علاش راكي واقفه هنايا؟ راني نستنى في يما، بصح ما على باليش بلي تجي اليوم. يا اخي قلت لك البارح نجوز عليك. يا رضا راحت كي من بالي، اسمح لي. اسمع نخلوها لغدوه ان شاء الله. غدوه ان شاء الله نبدا الخدمه. يا ربي سي ديغني جور تاع الكونجي اون بلوس. يا رضا اسمح لي والله ما درتها بالعاني. انا خممت مادام غدوه ان شاء الله نبدا الخدمه قلت نجوزوا العشيه كيف كيف، هذا نكملوا نهضروا في ذاك السوجي تاع ذاك النهار. على بالك كومبلوس يما البارح نهار كامل ويتحل فيا على جال الخياطه، ضفت عطيت لها كلمه. خلاص خلاص معليش ما فيها والو. دو توت فاسون لومبلو دو طون تاعك راه عندي، لا نسيب شويه وقت نجوز نشوف. صح هذاك. شوف ميم ولا ما قدرتش تجي عيط لي ولا نعيط لك في التليفون. هكذا مشات. هاي جات يما. هيا. شبيها ردت روحها ما تعرفناش.
مشي مع والدها. هي مقلقة شوية، هذا ما كان. إيه إلا عندك شو مشكلة هنا نعاونها. يا أخي صامت يا أخي، مي فريمون نسقى هذا. لا لا رضا، ولا غير ما كاين والو، شوف كش راهي مقلقة، أنا لازم نروح. أيا بقى على خير. الحمد لله. هذا وين؟ درتي حالة يما بالكلاكسون، بعد ما قدرتيش حتى تقولي له صباح الخير. صبرينا، اسمع مليح بنتي، وقت الغفلة خلاص، لازمك توقع تنفضي شوية على روحك. وش راكي تهضري يما، ما فهمتش كامل. صابرينا بنتي، على بالك شحال راكي عزيزة عليا، انت بنتي الوحيدة وربي عالم قلت لك شحال راكي عزيزة وشحال نحبك. انا يماك ما نحب لك غير مصلحتك وماما بتاعي. اما لا شوفي، لازمك تكوني رزينة وتسمعي بنصيحتي. شوفي في الطريق نفهم بنتي، داكوغ؟ فهميني يا يما، وعلاش كي ديري هكذا لرضا؟ واش دارلك؟ نسيتي بلي راه مخاطبني يما، قريبا نفتحو ما قعدناش بزاف. ريدا ريدا، خلنا من هذاك الصامات. دوق تشوفي دوق، ان شاء الله برك هادي يصدق لك هذا النصيب. واش نقول لك يا ربي، برك ويصدق وتشوفي. سمحوا لي طيت عليكم، هذول كليون داخلين خارجين. واش نقول لك حليمه، احنا اللي نطلبوا منك السماح، والله كنت ناويه نجي قبالي لعندك. بصح تعرفي يا صابرينا، لازم تروح للدار وتبدل لها الحوايج باش تجي تشوف طاطا. صار هكذا يما، ما عندك خالتي حليمه أبن خلتني بدلت الجين وجابتني نجري. واش عليه بنتي، اما لا نعاود نقولوا الحكايه ورديه. قالت لك عنده الخير، هذا اوتيل، هذه بيتزيريا، هذه حانوت تاع حوايج. واش نقول لكم، ربي بقى لي يستر. وتشوفوا ديك الطوموبيل العزيزه اللي هبطها مع هذه الخضره، مخكم يحبس. اسمحوا لي دقيقه. راهي هنا الطوموبيل، روحوا تشوفوها. نوضي نوضي صابرينا، نوضي بنتي. هذه طوموبيل وعليها الكلام، شتيها صابرينا؟ واش تقولي فيها بنتي، واش تقولي؟ واش نقول لك يا يما، راه كلاس. تعرفي هذه كونجي تاعي، نحطها فيها ميوزيك، بغيتني حتى نمشي بها. مادام الطوموبيل تاعو راهي هنا، يكون هذا وين جا. خسارة يا حليمة، خسارة، برك لي ما شفناش كي دخل. واش عليه، دوزو تشربو قهوتكم يا بنتي. يا صابرينا بنتي، يا صابرينا. قولي لي حليمة، يسجيك شحال يكون عندك في عمرو؟ رشيد عنده 41 سنة ولا ما يلحقهمش. أنا الشي اللي نعرفو عليه، هذه مدة 20 سنة ملي وساكن في فرنسا، وعلى حسب ما قالت لي وردية، ما عندوش الفاميليا من غيرها هي. والده ميتين. إيه يما، هو باباه مات والله يرحمهم ويوسع عليهم، بعيد الشر عليكم، اكسيدون بالطوموبيل. هذاك الوقت كان في عمره 3 سنين، ما عنده لا خوه ولا اخته. هذاك واش كانوا يسعوا، عوينه وحده، والحمد لله صاب غير عمته ورديه رفداته، وقاعده عندها حتى نال تغرف فيه لفرنسا. إيه المخلوق شقى وتعب، والحمد لله دار تاوي لعمره. دوك نتوما لا راكو حابين تعرفوا كثر من هالشي، انا نعيط لكم الورديه وسقسوها كيما تحبوا، حتى هي راهي مشوقه باش تخطب صابرينا وتشوفها. بصح كاينه حاجه ما فهمتهاش حليمه، كيفاش راجل كيما رشيد يعرف الناس، سافر معرفو بزاف، ويجي يخطبني انا يعني ما يعرفنيش؟ هذاك الشيء غير هو اللي يقدر يجاوبك عليه. انا على حسب قول ورديه، قالت لك غير شافك قالها روحي خطبيها لي بيفيه. سمحوا لي، هذه تكون غير واحدة من البنات اللي تجي خيطوا عندي. روحي روحي. صابرينا بنتي، تعرفين واش راني حابة نعرف؟ يا
نحب نعرف لي يسكن في فيلا ولا في ابارتمون. يما لازم نعرفه قبل ديجا لكن مزوج ولا لا لا. ما تنساش في عمره 40 سنة. يعطيك الصحة يا بنتي والله راكي شاطرة على بالك. أنا راحت لي كامل بال. هاكي هاكي كلي بنتي كلي كلي سجيك رفدي حبيبي رفدي. هاي بصحتك كلي بنتي كلي. أنا أقول لك الصحة يا ربي برك يكون من نصيبك. اسمع شكون هذا؟ هذا هو سيد علي الوردي اللي هدرت لك عليه. كان عايش في طاليا وسقوه البلاد دخلها بارتي. هذا هو سوسة تاع تياسي والبوكار طونوبيلات دراهم ما يطلق والو. هذا ملهوف حكم كاع الدنيا كاع كثر مونوبول كاع في يده. متني دوك واش قلت لك يا ساعه ما قلتلكش غمض عينيك ولعب عليهم. هاي راح تلقف دراهم يا ساعه ما. والله يا لو كان لعبته والله ما نربح. مانيش عارف واش بيا هاد الايامات. مانيش عارف واش بيا. تكحشت لي من كل جهه. كل شي دعاوى عليا. هاي روح هاي. بنتي ما تنساش تخلصي لك الكيتونس تاع التليفون ودعاء عيشك. هاد المرة الثالثة بدي تعاودي لي فيها. ما نسيتش يما. وش راح ديرينا اليوم العشاء؟ الدجاج محمر مع بطاطا مقلية. هاني خليت نبيلة هي اللي تلتها اليوم بالعشاء.
انا نروح نعاون. لا لا غير قادي التهي بالحفاظه تاع لي غوسات تاعك هكذا غدوه كي تجوزي تجيبي ديبلوم تاعك وهنيني. خلاص راني قعدت ما قلنا والو. جوزي فوزيه ادخلي. عالسلامه. واش راكي فوزيه؟ الحمد لله. واش راهي ماك ارتاحت حقا؟ لاباس يفقس عليك الخير. الحمد لله. واش قلت لك ديك خطره؟ ها؟ ماشي وعدتك قلت لك النهار اللي جيتي بالربا واجده. يعطيك الصحه يا كهينه. انت يا مولات كلمه على هذيك نحب الخيط غير عندك. قولي لي عندك كلمه في الوقت هذا. يسلمك يسلمك دوك نروح نجيبها لك ونجي. قولي فيها ولا غير هايلة عجبتك جبتيها كيما تاع الكتالوج ولا خير منها؟ ولو كانت قيسيها تعجبك اكثر واكثر. بالصحة عليك. واش عجبتك؟ ما عندي ما نقول فيها كهينة فنانة وعليها الكلام. تعيشي. شحال حقك كهينة؟ عطاني 150,000 هذا ما كان بركات. لا حنونة شوية غالية ما تنجميش تساعديني فيها شوية. يا فوزيه يا حنونتي والله ما نكذب عليك هاي ما سقسيها شحال ناخذ على ربا كيما هادي. نقولك الصح راهي ساعدتك مولفه تاخذ على ربا كيما هادي 200,000 وشنو هادي غير كملتها قالت لي في خاطر فوزيه نقص لها 50,000. معليش المهم عجبتني ماشي خساره فيك هنا. يسجي. سمحي لي يا بنتي نروح نجاوب في التليفون. اسمعي خالتي عايشه هاتي هاتي نديرها لك في صاشي شباب يعجبك. الو ها سي عثمان واش راكم واش هي جملتكم؟ الحمد لله. ايه ما عليه دوك نعيط لها. نبيله نبيله بابك في التليفون. الو بابا. لاباس لاباس. ردي بالك تخبي عليا يا بنتي راه على بالي بكل شيء. راني عارف بلي هذيك القاسيه السدوته تاع كهينه لوستك هي اللي راهي مكرهت لك المعيشه نتاعك. سي ايه على كل حال راني رحت شفت زوجك الصباح في المكتب نتاعو وراني تفاهمت معاه. اسمعي يا بنتي اسمعي ليا اذا كنت تشوفي حاجه هكذا ولا هكذا لازمك تخبريني في التليفون ما تنسيش. ما عليه بابا ما عليه. بسلام. مادام بابك احل المكتب وتفاهم مع مختار راني متحقه باللي زيرها باش ما تزيدش تتعدى على نبيله. ما عاد كيما ديري مادام نبيله تسكن معاهم في ذيك الدار كاهينه مسلطه عليها وربي كبير. واش تحبي نقول لك؟ عينا فيها انا وباباك باش تكمل قرايتها وتجيب الباك ما حبتش قالت لك مختار ولا ما كاش. احنا ما حبيناش نغيضوها خوفنا كاش ما تعمل فيها روحها. البارح هو كان خدام بسيط ها وكان عايش مع يماه وخاوته واليوم ولا مول المحل ويبني في فيلا. سي نورمال على جال حقرتوه كي جاي يخطب نبيله على ديك حاب يوري لكم بلي هو التاني قادر بحالكم. ملي تزوج بها ويجري ليل مع نهار يلهف ادوات يا غوش حتى وقف على رجليه. ما عليها غير تحمل اللي ضربته يدو ما يقول اح تصبر حتى تخلص الفيلا ومن بعد تروح تتهنى في دارها على حسب مختار هاي قريب تخلص. مساء الخير عليكم. مساء الخير. ليه روحي واش بابا مازال ما دخلش؟ اما يدخلش دوك يخدم في الليل. وي واش يما هدرتي له الطوموبيل ولا مازال؟ هدرت له بصح قال كي يشريها لك اذا ددت القلب وجبت الباك. اواه الفكره هذه ما تساعدنيش لو كان يجيبها لي هادو اليامات ما نضمن لكم والو. مين انت عند روحك؟ انا راني في الجامعه
وما عنديش طوموبيل. انت ما عقبتش من بالباك وتشوف بعيد. تضربي علينا النحل واش حبيتي تكحسي عليا؟ ما تخميش كي تزوجي شريها لك راجلك. هيا بركة بركة من الهبال نتاعك. واش يما ما يغيدكش وليدك مسكين؟ تمسكن تمسكن. شوفي يما نوعدك لو كان يجيبها لي هادو اليامات نوين نحفظ كل مهبول. ولا حفظ كل مهبول غير قول الباك بقى الاخر. خلاص خلاص هاد السمانه يشريها لك بصح ما تنساش الوعد نتاعك ولا الطوموبيل تلف لك رايك. خاطيك يما الباك نجيبوه ربي كبير. هاكي شاهدة سونيا شاهدة. نبيلة العشاء تاع مختار عني وجدت هنايا ما تنساش تسخني ولو كي يدخل. يما نسمى الماعن هذا ما يتغسلوش اليوم يقعدوا الغدوة صباح. يا بنتي لو كان ما عليتش نغسلهم دركا باش نتهنى منهم. وعلاش انت اللي تغسليهم؟ كاين اللي يغسل. خلاص ما كان والو انا درك نغسل. مش بيك نبيلة ضغط لما عنا يدوخوا. حبيت الرد شديني سيهان. خيط عون يا اخي يا ربي اعطيني الصبر برك. راهي تقيه. انتي ليا يا يما ما فهمتي والو ما فهمتيش واش راهي حابه تقول. واش كاين؟ راهي حابه تقول راهي بالحامل. حتى لا هذاك واش خممت؟ شوفي اما لا بدي وجدي محرمه تربطي بها راسك على خاطري اذا كان من بكري عايشه بالفشوش ودرك منوها كيفاه نديرو معاها. كاينه كاهينة الله يسجيك. مش كاين الله يسجيك خطيني من المشاكل. قلت هاي بخياطك وسكتي. إلا حبيتي تفشش تتفشش على روحها. أنا ما عندي حاجة. عندها الحق يما. ولا عندها الحق يما. يما نسمعوا إذا كان تبدأ من نوهاك تمشي وتطلق في رجليها وانتي وانتي تجبدوا في الشغل كل ماشينات بالك وحدة منكم تجي تشكيلي. راني جاية. هاني لتحت نسنى فيك غاولي. يا طيب
صباح الخير انا نبيله. صباح الخير. اسمع ما تنساش تعيطي لباباك فهميه وقولي له ما زيدش يدخلوا روحو في حياتنا. بزاف عليك بالكامل وانت تعاود وتعاود في هذا الكلام. اخي قلت لك نعيط له ونفهمو، علاش راك تدوخ فيا درك؟ والديك هما اللي دوخوني. يا عجبه 4 سنين زواج ومازالهم يدخلوا في روحهم، يدخلوا ما بين الطفل والحمل. تعرفي لا عمرهم الا تقبلوا زواجي بيك. في الاول صح بصح درك خلاص. على نسيتي نهار جيت نخطبك كيفاش قبلوني؟ كترتها يماك. علاش وش بها يما؟ ايه جات عيب تناسب واحد خدام كيما انايا. لو كان ماشي انت وقفتي ضدهم تحديتيهم لو كان اليوم رانا عايشين كيف كيف، صح ولا لا؟ ايه صح. انت عارفه علاش راهم حاقدين عليا اليوم؟ وفي رايك وعلاه؟ مختار اللي حقروه البارح تحداهم سهر الليل وشقى وصل وتكون، ولات عنده مؤسسة، ولات عنده طوموبيل جديدة، كاميون، فيلا قريب توجد. ما جاش في بالهم بلي مختار تاع البارح يولي بشانو ومعلم عند روحو. ما تنساش بلي الخدمة اللي كنت فيها زمان هي اللي فتحت لك الطريق ووصلتك للشي اللي راك فيه اليوم. ايه ومن بعد كاش ما سرقت؟ ياك ما سرقت والو، واش في هيدا كان ساعدت ناس ورشوني شوية بخيرهم. وهذا واش يسموه؟ اسميه كيما حبيتي. بالصح لو كان استقنعت بالشهريه القليله اللي عرفتك بها، لو كان ما راكش في الخير اللي راك فيه اليوم.